فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض المصلين يوم الجمعة وأثناء خطبة الإمام يقوم بالتسبيح وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه وينشغل بذلك، فهل ينطبق عليه حديث من مس الحصى فقد لغى؟ مس الحصى هذا اللي خطط في الأرض، أما اللي يتكلم هذا يدخل في الكلام، يحرم الكلام والإمام يخطب سواء بذكر أو بمخاطبة للآخر، أو ما يجوز الكلام والإمام يخطب، فقد لغى، يعني أنه بطل أجره في صلاة الجمعة، وهذا خطر عظيم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.